نوصل لفقرة فاميلي مع دكتور وائل سلامة. أهلا وسهلا فيك حكيم، أخصائي بالأمراض العقلية والنفسية وأستاذ جامعي. اليوم رح نحكي عن التعامل مع عن تراكم الصدمات وتأثيرها على المواطن. نحن اليوم بحاجة لك كل الوقت، يعني منيح أنه أنت اليوم موجود معنا لحتى نقدر نقلع هيك ومرتاحين بنهارنا شو ما بده يصير من حالة نفسية، لأنه عن جد للأسف يلي عم بيصير خيالي. ونحن غيرنا موضوعنا مبارح لحتى يتماشى مع الظرف يلي عشناه مبارح، يلي شفناه بالشارع يعني شيء كتير غريب. وكنت عم بحكي الصبح عن التناقضات يلي بتصير عنا بلبنان، كان تناقض كتير كبير بين الناس يلي عملوا نوبات هلع، يلي ركضوا وفلوا وهربوا مثل ما كان عم بيقول أمين نزوح من بيروت صباق المناطق، وبميلة تانية في ناس يلي ضلوا قاعدين ببيوتهم وقالوا آخر همنا شو ما بده يصير يصير. شو يعني هالتناقض بالتصرفات؟ اولا رانيا مثل ما قلتي المشكله بلبنان صار في ريتروماتيزيشن، يعني عاده لما نتطلع بالشخص العادي اذا بدنا ناخذ الانسان الطبيعي بحياته بيمرق بتروما وحده، يمكن يمرق بعدة تروميات ولكن كل نوع من التروما بيمرق فيها مره بحياته. يعني الانسان بيمرق بحرب عادة مرة بحياته، بيمرق بنوع من العنف مرة بحياته، بيمرق بطلاق مرة بحياته، هيدي الحالة الطبيعية، وبالتالي كل نوع صدمة أو كل نوع تروما بيمرق فيها مرة. للأسف نحن بلبنان مش هذا اللي عم نشوفه، كشعب لبناني عم بيكون عندنا شيء نادر لنشوفه بالعالم اسمه ريتروماتيزيشن، واللي هو إنه الشخص عم بيعيش نفس المأساة مرة واثنين وثلاثة وأربعة. ونتيجة هذا الشيء عم نشوف ردات فعل مختلفة، مثل ما قلتي ومثل ما كنتي عم تحكي أنت وأمين الصبح إنه في تناقض بردات الفعل. عندك ناس اللي عاشوا الحرب الأهلية والحروب المتتالية اللي عاشها الشعب اللبناني، بيصير عندهم فلاش باكس، بيتذكروا اللي صار، بيتذكروا مقاسي اللي عاشوها. وبيتذكروا مش لبعيد كتير، عنا الجيل الجديد اللي عاش 4 آب بترجعهم للمأساة اللي صارت مش من أكتر من شهر وأسبوع تقريبا، بتعمل لهم بانيك، بتعمل لهم نوبات هلع. وعندك الناس اللي راحوا مثل ما قلتي للكمبليت أوبوزيت، العكس تماما، اللي هن بالنسبة لهم إنه هذا الشيء طبيعي، تعودنا على هذا الشيء، حياتنا كلبنانية أصلا مدمرة، مش متوقع إنه نحن كلبنانية نكون مبسوطين، مش متوقع إنه نحن كلبنانية نعيش يوم سعيدين أو يوم مرتاحين، إذا بل بالعكس إذا يوم من الأيام أمنا ما في مصيبة، ما في مشكلة اقتصادية، ما في ضيقة مادية، ما في مشكلة صحية، ما في أزمة معينة، في شيء غلط. مش معقول يعني هيدا التفكير قديه غريب وقديه مش موجود إلا هون. صح. يمكن يعني اليوم منحس كأنه نوع من مش رح نقول انتحار بس لا. ما بقى عنا قيمة لشيء هو حتى لحياتنا. صح. يعني. هو للأسف صعب انه نقول غسيل دماغ ولكن هو غسيل دماغ غير مباشر. يعني للاسف على مرور سنين 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 في عندك جزء كثير كبير من الشعب اللبناني تعود للاسف انه هيدا هو الطبع الطبيعي لحياتهم، انه نحن مكتوب علينا انه نستسلم للامر الواقع، انه كل مصيبه بتجينا لا هيدا اللي مكتوب لنا، اللي هو اكيد منه مزبوط. بدنا نحكي شوي عن هالحالات، يعني شو تداعياتها على الإنسان، على فكره، على تصرفاته، على ردات فعله. وأكيد بدي أطلب من كل المشاهدين يتصلوا فينا على 0464، عم نتلقى اتصالاتكم مباشرة على الهواء، استشارة، سؤال، ردة فعل، كمان أي شيء حابين تعرفوه عن هالحالات النفسية اللي عم نشوفها حوالينا أو مع حالنا 0464. اليوم هالمواضيع هيدي قديه بتأثر علينا، يعني مش بس اليوم، على بكرة واللي بعده وعلى المدى الطويل. ما في شك أنه تراكم التروماز، تراكم الصدمات بتأثر على المدى القصير وبتأثر على المدى الطويل. أولاً على المدى القصير مثل ما قلتي شفنا مبارح الناس اللي كانوا عايشين بحالة هلع، كان في كتير ناس ضغري قالوا نحن ما فينا نضاين دقيقة ببيروت، مش مستعدين أنه يرجع يصير انفجار مثل 4 آب، خاصة أنه تذكروا بأربعة آب كان في أول انفجار صغير وتاني انفجار بعده بكم دقيقة وبعدين ثالث انفجار كبير اللي وصل للدمار الكبير. ضغري براسهم شو بيضمن
انه اللي عم بيصرح لهم اياه اللي عم بتصرح عنه الحكومه او اذا بدنا نقول اللي عم بيتصرح لهم عنه معلومات هي المعلومات المضبوطه. مشكله ثقه عند العالم. فطبيعي الانسان مجرد ما شاف هيدي الدخنه بيقول شو الضمانه انه هيدا الماكسيموم اللي حنوصل له؟ ناس حملت حالها وبدها تهرب. من اشخاص كثير نحن بنعرفها انا وياكي يمكن يعني ويمكن انت في ناس تلفنوا لك وقالوا لك شو بنعمل، انا اشخاص بعرفها تلفنوا لي ان كان اصحاب ان كان من العائله، كل الناس قالت حنترك بيروت، ناس لغيت مواعيدها، اصحاب تلفنوا ما بقى متحملين فكره انه يضلوا ببيروت. هيدا شيء طبيعي. صارت بيروت رمز للخوف ورمز للدمار ورمز للموت، يعني هيدا شيء مؤسف كثير. اليوم لما العاصمه بتكون هي احلى شيء بالبلد تصير هيدي رمزيتها. كمان بدنا نحكي شوي عن هالموضوع، كيف بيقدروا الناس يرجعوا اليوم يعيشوا ببيروت. يعني اليوم عم نعمر الحجر، بس رح نقدر يا ترى نعمر البشر ويعيش داخل هالبيوت هيدي؟ قبل ما نتابع بدي اخذ اتصال. الو، معي اتصال. الو الو، بونجور. بونجورين، تفضلي. بسيز اللي عملتوه كثير حلو، على مواضيعكم كثير حلوه وشيقه، بس اللي بدنا نقوله انه شو بعد، شو خلوا ما دمروا فيه؟ كل يوم من فيه نحن ناطرين يصير شيء، صار عنا انه خوف من اللي جاي. نعم. شو ناطرين؟ يعني اليوم ما بقى عنا حدا يفتح لنا ويقول لنا تعوا، كمان بعدهم اخذيننا ورايحين. حضرتك ساكنه ببيروت؟ ساكنه بيروت تحت. يعني نحن قلبنا معكم اكيد، وبدنا نقول ان شاء الله يعني نحن نضل محافظين ولو شوي دكتور على نظرتنا الايجابيه لبكره. يعني اليوم بدنا نحكي عن المكان وعن الزمان. صح. كمان هالمكان هيدا شو صارت رمزيته يلي هي عاصمتنا اللي بنفتخر فيها وبنحبها وبنشوف بحالنا فيها. وقبل رانيا ما نحكي عن هذا الموضوع، بس نرجع على موضوع التروما، لأن نحن ما نحكي عن تروما في عنا أربع قصص أساسية من بيناتها الري اكسبيرينسينج، إعادة التجربة. وهذا اللي خوف العالم، ما طلع انفجار أو حريقة بمحل تاني، طلع بمحل اللي صار فيه الانفجار بأربعة آب. هيدي إلها رمزية كتير كبيرة لليش صار في حالة الهلع امبارح. لو صار هيدا الشيء بمخزن أو بمحل بعيد عن المرفأ كنت شفتي نسبة العالم اللي خافت امبارح أقل بكتير، ولكن هيدي رجعت العالم لأربعة آب بطريقة كتير 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 مخيفة، ولكن كتير مبررة من ناحية علمية. وهيدا اللي عم نقوله اليوم، يعني نحن اليوم عم نجرب نفسر للناس انه اللي شعرون امبارح هو شيء كتير جداً طبيعي مبرر. صح. وكتير مبرر، وعنا كتير اتصالات. صح. كمان ألو. اتصال جديد. ألو. ايه ألو، بونجور. يا هلا فيك، تفضلي. أنا من سكان الأشرفية، وقت صار الانفجار الأولاني كنت نايمة ومسكرة الأبواب، وفجأة وعيت عبواب مفجرة علي والإزاز علي، وساعة أشوف البناية تروح يمين وشمال، بس قلت أنا خلص هاي آخر الدنيا. أنا هيك إجا براسي إنه هيدي آخر الدنيا، يعني شو بدي أعمل؟ وإذا واحد مات شو بيعمل؟ بعدين رق الانفجار. بعد يومين راح من راسي، ولا فكرت بشيء، قلت ما بدي أفكر بقى لتعب راسي، ما في زوم تعب راسي بهالشيء. من شيء يومين ثلاثة قلت له لجوزي عم بحس في شيء بدي ينفجر. قال لي كيف؟ قلت له في شيء بجسمي من جوا عم بحس شيء بدي يعمل بوم مثل هذيك المرة يعني. نعم. ضحك وقلت له ما بعرف هذا احساس بدي اشوف هالشيء، وفعلا شفته على التلفزيون، وكنت في نص انه بدي يطلع انفجار مثل. واو. اللي حسيته بجسمي يعني. اليوم حضرتك بعدك بالاشرفيه؟ ايه ايه ايه. كيف بتشوفي؟ كيف بتشوفي المدينه لو اليوم؟ لو تكسرت الدنيا عندي وعم نظبطها نحن، ما حدا عم بيظبط لنا اياها، بس انا ما بطلع، ما انا خلقاني هون وربياني هون، وين بدي اروح؟ عند مين بدي روح؟ عند الغروب ما فيني. ما وإذا هيدا المرفأ احترق تيقولوا غطوا المعالم، ما في شيء بيتغطى المعالم، لأن المعالم معروفة منية. اليوم اليوم المعالم منية اللي عملها، ما في زوم شو ما عملوا، معروف شو هي من إني هن الأصحاب هولي اللي صار، ما في زوم يقولوا هيدي غطوا معالم وهيدي كذا.
مشان هيك انا ضليت قاعده، وكنت شو هلا بيطلع انفجار واقفه، بتقول لي اختي زيحي عشان بزيحي على الازازه، قلت لها لا خليني اتفرج، هودي لي ثلاث ايام عم تحسه. شكرا لاتصالك وشكرا لصمودك كمان ولقوتك انه بعدك ساكنه ببيروت وبعد بتحكي عن بيروت بهالطريقه، بس بنفس الوقت كمان صار في نوع من هيك استلشاء نوعا ما، يعني هالشيء طبيعي دكتور؟ باول فتره نعم هذا شيء طبيعي، لانه من احدى عوارض الاكيوت ستريس ديس اوردر والبي تي اس دي، الصدمات والحالة الاضطراب الحاد اللي بتجي من بعد الصدمه، بيصير في النيجاتيف سيمتومز، اذا بدنا نقول العوارض السلبيه اللي من بيناتها بروده الاعصاب، الجمود واللامبالاة، هذه عادة فيها ضاين من ما بين أسبوع لحد شهرين ثلاثة. وللأسف مثل ما قلنا نحن، لو قلنا أنه انفجار 4 آب كانت الصدمة، كنا منقول يمكن بأواخر تشرين وصلنا لآخر هالشي، ولكن بعد اللي صار مبارح بدنا نرجع نحط العداد على الصفر، لأنه مبارح للأسف صار في صدمة جديدة للشعب اللبناني. فعم نرجع نعيد كل ردات الفعل من الصفر لنرجع نوصل لهيك الراحة أو للتقبل يعني. نعم في كتير أشخاص نحن أوريدي حكينا عنهم كتير. صح في كتير أشخاص رجعوا من باللي صار مبارح، رجعوا لنقطة الصفر. واو. اتصالات كتير معنا على الخط، رح تابع مع اتصالاتنا. ألو يا هلا تفضل. أنا بدي أقول لك بلبنان قاضي، أنا شخصيا يعني من سنة بعاني من هاي المشكلة، وضع هالبلد. نعم. وبيروت رائع، صارت ام الانفجارات. لانه امبارح اللي صار طبيعي. اللي صار مش طبيعي لا امبارح ولا باربع اب. يعني الانسان كل ما اشتح فك شوي نطلع من هالحاله اللي وهالدعل وهالهي اللي عم نطلع فيها، نرجع بالضبط. مش عم نقدر نطلع من هالحالات. بدنا يطلع حدا آدمي، شي مسؤول آدمي، شي وزير آدمي، شي. اليوم بتحس انه فقدت الامل او بعد عندك امل بلبنان؟ اوف صدقيني، لو يعني كل العالم وين ما بتقعد وين ما بتقعد مع كل الناس بيقولوا لك زحفل زحفل شو ناطر شو كذا. نحن كمان كلنا هيك فاقدين الامل، شو بعد نعمل؟ بس رح تبقى؟ اكيد بتبقى، بس شو يعني باقي على الجمر. شكرا لاتصالك وان شاء الله بنقدر كلنا نبقى وهالجمر يتحول لزهور اكيد. اتصال ثاني. الو 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 بونجور تفضلي. صباح الخير. صباح النور. انا خلقانه سنه 43. طول عمرك. وعمرك يا رب عمر الجميع. بس أسوأ ايام من 43 لهلا هي هذه اللي عم شوفها هلا وعم بعيشها، عم بعيشها بدأ فيي يعني، ايام بحس بدي زت حالي على البلكون، هل رئيس الهرم انا مسؤولي على الكلام بيجوا ياخذوني من بيتي، الجنرال عون مش عم بيحركوا ضميرهم كلهم مع السياسيين، 80 عدد اللي توفوا واستشهدوا وراحوا ضحايا بالبور، هذه بايام الحرب ما شفتها، مش عم بيقدروا يناموا، مش عم بيفكروا ب 80 واحد اللي انتحروا هالسنه، مش عم بيفكروا انه بالمي اللي حرق حاله او بالمي اللي سلق حاله، مش ما معه حق منقوش للطعميه على بنته، لوين واصلين بعد؟ لوين اخذيننا للدنيا وجوع وعتاب؟ وجهوا نحت على هالبلد، انا مسؤولي عن كلامي وبدي موت، انا بدي هاجر، عملت باسبوري وبدي اشوف اي بلد بده يحملني بعد، لان اقرف من هيك عاد ما شفنا، انا خلقان براس بيروت وربياني ولعبي بكنيسه الورديه بكنيسه الارثوذكسيه بالمكحول، نحن بنعرف نحن بنعرف اهل راس بيروت وبنعرف اهل عائلة ترباز وعائلة مخعازة وعائلة الخوري كلهم اهل راس بيروت، ما حدا بيطلع لي نايب هذيك اليوم بقول بيروت ما فيها مسيحيه، بيروت المسيحيه اساس راس بيروت، بقى يضبوا 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 حاجه يحركوا فينا النهارات، حاجه يحركوا فينا النهارات، انا بسلمي بيطلع لي واحد نايب بالدامور هذيك اليوم لما صارت الحرايق بقول ليش 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 هالحرايق بس عم تصير بتضيع المسيحيه، مش عيب عليه مش عيب عليهم بقى، وين الدعم يا فخامه الرئيس اللي وين الدعم اللي
وينك انت؟ وين الدم والمصاري اللي تبرعنا فيه؟ يعني نحن بدنا نقول لك خلص خليني روح، بدي عملت مصاري وبترجيكم اذا في بلد سامحه اللجوء، بترجيكم بوس ايديكم لرسولي عن كلامي. خليني هاجر، شحدونا اللقمه، بنتي زوعونا، بنتي وقيت اللحمه ما بقى فينا عم نشتريها، عمري 77 سنه ما وصلت لهالحاله. يعني مش معقولة بهالعمر تكوني هالقد مقهورة، يعني بدنا نقلك يا ريت نحن بنقدر نساعد بأي طريقة حقيقة بس لنخفف شوي هالزعل وهالحزن وهالغضب من قلبك. يعني اليوم هالأشخاص هن بركتنا وبركة بيروت، طول عمرك، ولا أكيد ما بدنا إياك تهجري، ومش رح نساعدك أبدا تهجري، رح نساعدك تضلي هون وتكوني أحسن وأريح. يعني اللي عم نسمعه بدنا نجاوب عن هالموضوع، وكنا حابين نحكي شوي عن ردات فعل السياسيين مقابل ردات فعل هالشعب المقهور يلي سمعناه، صرخات كل يوم عم نسمعها، بكي، قهر، غضب، وبالمقابل في هالحيط، يعني مثل هالحيط تماما. يعني كيف بدنا نفسر هيدا الشيء بالعلم مو بعلم النفس؟ رانا هي اصعب شيء، يمكن اكثر فئات عمرية بتضايق هلأ هن الكبار والصغار والأمات والأمهات والأبوات اللي عم بيضطروا يشوفوا أولادهم عم بيتركوا البلد وأهاليهم. يعني أنت لما تسمعي حدا بالسبعينات والثمانينات عم بيقلك عاش الحروب وعاش المآسي، وعم بيقلك أنه الأيام اليوم أصعب من كل شيء مرق بحياته وبدها تهاجر، بعمر 77 الإنسان لازم يكون بالتقاعد، بالراحة، بنغنجه، ندلله، نحبه. يمكن أنت فيك تقولي ولد بال17 أو بال20 23، يمكن فيك تقولي هذا ولد طايش، ولد عنده طموح، أكيد. بس كيف بدك تبرري حدا بال77 أو بالثمانينات عم بيحكي هيك حكي؟ يعني هول الأشخاص اللي بيقولوا لك بهذا العمر، وهي المدام منا الوحيدة، هذا الحكي عم بسمعه من ناس كتير أشخاص بهذه الفئة العمرية، هن قرفوا من ناس منعرفهم ومن ناس ما منعرفهم. بس بالمقابل دكتور، ردات الفعل اللي هالقد سلبية وباردة مثل التلج من قبل السياسيين ومن قبل المسؤولين، شو هالردة الفعل؟ إذا بدنا نحطهم من خانة علمية، ما عندك إلا ون حالة واحدة بتصنف، اللي هي علمياً منسميها نارسيسستيك بيرسوناليتي، اللي هي بالدارج بيسموها الميجالومان. نارسيسستيك بيرسوناليتي اللي هي شخصية النرجسية، لأنه في لا مبالاة لعاطفة الآخرين، في استهتار بالمشاعر والأحاسيس تبع الأشخاص والأحداث، أكيد، وفي تصغير للأحداث. يعني دايماً في تبرير منطقي مقابل تصغير للعاطفة الإنسانية. يعني دايما فينا نلاقي مثل أنه ضحايا راحوا، ولكن الصورة الأكبر هي أنه البلد بعده بخير. يعني دايما بدهم يحجموا أنه أوكي راح، للأسف عم بحكيها من ناحية علمية، برجع بقولك أنا بالنسبة لي عم بعطي تفسير علمي، هني هيك ببرروا، أكيد هذا منه رأيي أنا، ولكن بالنسبة للنرجسي مات 100 شخص أو 150 شخص، ولكن من ناحية علمية معليش البلد بعده بألف خير. هيدا للأسف لحتى ما يحملوا ذنب كمان. بالضبط بالضبط، بس ما في تفاعل، يعني ما أبدا. في كأنهم ما عندهم شعور، ما هو هيدا إلا لنفسهم. صح. واو. صح. عندي رح أخذ آخر اتصال لليوم. ألو، بونجور. بونجورين، يعطيكم ألف عافية. يا هلا فيك. وأكيد طوشناكم بالشكاوي، بس بالعكس، يعني شيء بيقهر، شيء بيفقع القلب. يعني نحن صرنا بحالة هستيريا، يعني ما فينا نقول لك قد ايه نحن هلا عايشين بخوف وبرعب، على اولادنا، على حياتنا، على مستقبلهم. ما عم بعرف وين ساكنة مدام؟ انا ببيروت. وقد ايه عندك اولاد؟ قد ايه عمرهم؟ انا عندي 9 سنين وعندي اولاد كبار، واحد مسافر واثنين هون. امبارح اتفقنا انه كلنا نهاجر. اخذتوا القرار؟ بالمدرسه خلص اخذنا قرار نفل من هالبلد، اخذنا قرار انه ما بقى نجي لهون ونعيش هالرعب. انا من وقت الانفجار اولاني ما عم بقدر نام، عم بضل عندي تنميم بجسمي، وما بدي بلش اخذ دواء اعصاب. يعني عمري 47 سنه وتجوزت بكير وربيت عائله وبالفقر وبالتعتير،
وما بقى قادرة أتحمل. يعني ما كنت حابة تاخدي قرار الهجرة بس انجبرتي؟ أنا كنت عايشة أصلاً بالإمارات يعني 20 سنة. نعم. لربيت أولادي، جيت لهون فتحت شغل وعملت يعني عملت حياة جديدة على أساس كله تدمر، دمرت حياتنا كلها. ما بقى قادرة أعيش بهالبلد، ما قادرة أعمل شيء، ما قادرة أعمل شيء لابني الصغير هيدا اللي آخر شيء يعني المفروض إنه ربيه، عمره 9 سنين، وين مستقبل هالولد؟ شكرا لاتصالك، وبالعكس نحن كثير منفرح انه عم توثقوا فينا وتتصلوا فينا وتفشوا خلقكم. يمكن الكلام كمان هو نوع من علاج بيريح الناس، يشيلوا عنهم هالتقل كله. حكيم، اعراض جسديه اللي تنوم، وكان بدنا نحكي نحن عن مشاكل واضطرابات الاكل رح نحكي عنهم المره الجايه. يعني هالامور هيدي عم تجبر الناس مثل كأنه أمر واقع. يعني منقول لما حدا بيتوفى له شخص يمكن بيضطر يتقبل هالموضوع، بس لما بيتوفى له بلد كيف بده يتقبل هالموضوع؟ كتير صعب، كتير صعب إنسان يتقبل هيدا الشيء لعدة أسباب. أولاً لما نحكي عن حالة وفاة شخص عادة بيكون نتيجة مرض، بيكون إنسان محضر حاله أو هيدا شيء واقع الحياة. صح، يعني بيكون عادة هيدا الشيء متوقع أنه يصير. يعني كلنا منسلم أمر أنه راح قضاء وقدر حادث سيارة أو حالة مثل ما قلنا مرض أو هيك شيء. بس بلد مثل ما قلتي، يعني هذا الإنسان دايما نحن بنحكي عن الوطنية، دايما بنقول حطوا البلد قبل الدين، وحطوا البلد قبل عائلتكم، وحطوا البلد قبل كل شيء تاني. نعم. الانتماء الوطني. طب نحن اليوم كيف بدنا نطلب من الأشخاص يكون في انتماء وطني لما الوطن عم ينهار، لما ناس عم تقتل هذا الوطن؟ نعم. كيف نحن عم ننقد حالنا؟ دكتور، اليوم الناس عم بيلاقوا حل واحد يلي هو الهجرة. إذا بدنا نختم هيك حلقتنا اليوم بهالدقيقة يلي بقيت لنا ونعطي بعض الحلول لنقدر نصبر شوي، بس مش عم نقول نحن بلا بدكم تنجبروا تقعدوا بهيدا البلد. يمكن إذا صبرنا شوي ممكن تتحسن الأمور، ممكن لا، بس إنه بعض الحلول اليومية العملية لنخفف شوي من هالضغط النفسي ومن هالأعراض الجسدية اللي عم بتصيبنا والأعراض النفسية. شو بنعطي هيك نصايح عامة؟ أول شيء بالنسبة للهجرة موضوع كتير 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 مهم، لأنه في فرق كتير كبير بين واحد عم بيهاجر لسبب أنه هو تارك بلده تحت ضغوطات مثل اليوم، وهو مفكر أنه رايح ويلاقي صدمة ببلد تاني، وبين حدا رايح لأسباب مختلفة. لما الواحد يهاجر تحت وضع طبيعي، يعني إذا الواحد هاجر من 4-5 سنين بلبنان لسبب مثلا لجوء ديني أو لجوء سياسي، أو حتى إذا حدا لقى شغل وبدو يتطور وبدو يبلش، بضل في فكرة أنه أنا قادر أرجع على بلدي. صح. هيدا بيروح باله مرتاح، بس اليوم الواحد هربان تحت ضغوطات نفسية. هون أنا دايماً بقول للأشخاص ما تستعجلوا بفكرة الهجرة، لأنه هيدي بتسبب ضغوطات نفسية أكتر بكتير. يعني أنا كتير بشدد هون على الأشخاص، بليز خدوا وقتكم بفكرة الهجرة، ما ينجروا عاطفياً يفكروا أنه خلص كل البواب تسكرت قدامي. ما هينا نحن كمان قاعدين بالبلد اللي نفس البلد اللي أنتوا قاعدين فيه. لو كلنا بدنا نحمل حالنا ونفل، لمين تركين البلد؟ نعم. في ناس بدها معناتها دكتور عفوا اساسا قرارات بهالضخامه يمكن ما لازم تتاخذ بوقت فيه هالقد ضغط نفسي. أكيد. يعني لازم أبداً. التروي. صح. ويوميا هيك سريعا، يعني كيف لازم الناس يخلوا يمكن تفكيرهم يكون اوضح؟ اولا التفكير بده يكون اوضح انه فكره الهجره بدنا نحط مش بس للهجره، لكل شيء عم نعيشه، يعني نقدر نوعا نكون مرتاحين. اوكي سو بدنا اولا نفضي الستريس اللي عنا اياه بقصص بسيطه. ابسط شيء فينا نعمله الرياضه، هيدي ايزيست ثينج، واقل شيء كلفه، ما بدها جيم، ما بدها نادي. الواحد يظهر يمشي 10 دقائق ربع ساعه بفضي الطاقه السلبيه اللي بجسمه. هي اول شغله. ثاني شغله بدنا نتاكد انه نومنا منتظم، لانه الانسان اللي مش عم بينام بشكل منتظم هيدي بتخربط هرمونات اللي عم بيفرزها الجسم بشكل طبيعي خلال النهار، وبتسبب توتر خلال النهار، سو بتلخبط طريقه التفكير. هيدي القصص اللي بنحكي من ناحيه فيزيولوجيه. ثالث شغلة، دايما لما يكون في عنا قرارات كبيرة ومصيرية نحكي، دايما نحكي، نحكي مع العيلة، نحكي مع أشخاص يمكن مرقوا بنفس الفكرة اللي نحن عم نفكر فيها. يعني إذا أنا عم فكر هاجر، أحكي مع أشخاص هاجروا قبلي أو أشخاص فكروا بالهجرة، أخذ رأيهم حتى لو هن هاجروا لأسباب مختلفة. قل لهم أنا اليوم عم فكر هاجر، مش قل لهم شو رأيك، أنا عم فكر هاجر لأنه 1-2-3، لأنه هن خبرتهم بالهجرة حيقولوا لكم انه انا هاجرت لانه لسبب 1-2-3، بس تعرضت لها صعوبات 100%. سو
كثير مهم نحكي، واكيد لما ما نلاقي هذه الحلول يلجأوا لمعالجين نفسيين، بسيكولوج او طبيب نفساني. اكيد العلاج وحتى يمكن الادويه لفتره معينه، صح، بس نقدر نرجع نرجلش حالنا ممكن تكون مفيده. نعم. نبعد عن انه نحن نوصف لحالنا. أكيد. ونفوت بالادمان على الدواء، بس دائما معالجين نفسيين موجودين لحتى يكونوا عم بيحكوا معكم، لنتروح شوي، نكون عم نفكر بشكل اوضح. وفيكم تتصلوا فينا كل الوقت على ام تي في وتاخذوا ارقام كل الاخصائيين يلي بيمرقوا معنا ب ام تي في الايف. شكرا لك دكتور وائل سلامه، اخصائي بالامراض العقليه والنفسيه واستاذ جامعي، اهلا وسهلا فيك. بريك ومنرجع.